والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوات الفضليات، الإخوة الأفاضل، الأخ الرئيس، سعيد جدا بأنني نتواجد معكم اليوم، وأريد أنني نقول لكم من الأعماق بأنني تلقيت بسرور كبير الاتصال والدعوة الكريمة اللي وجه لي زميلي صديقي أخي رفيقي سي إدريس، عندما اتصل بي وطلب مني أنه نكون حاضر معكم اليوم في هذا اللقاء. فقلت له بادئ ذي بدء، بالطبع كنرحب رحب، يمكن لي إلا نكون سعيد بأنني نتواجد بين الأخوات والإخوة في فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب. كي ظل هذا الشيء خدم له؟ لا شوية مزيان. ولكن قالوا هذو ما مفكينش، ما مفكينش تلقى. فقلت له ولكن غنتكلم على ياش؟ قال لي اللي بغيتي. هو سهل عليا المأمورية في اعتقاده، لكنه في نفس الوقت صعب عليا. فبدأت أتساءل علاش غنتكلم. بالطبع باش نبسط في البداية، يمكن لي نتكلم على شي قانون مالي ولا شي قانون إطار ديال التعليم ولا كأس إفريقيا للأمم اللي كيتلعب معنا دابا تماما. في نهاية المطاف قلت بأنه هناك صيغ عديدة لتوجيه بعض الرسائل، وأهم صيغة وأحسنها ربما هو أننا نكون ولاد اليوم، ونقول خاصة ابتداء من اليوم، خاصة لحسن الصدف، لأنه لما اتصل بيا كانت باقي الأمور ما عرفنا واش يمكن نسينو شي أسبوع ولا أسبوعين ولا شهرين ولا ثلاث شهور أخرى. ففي نهاية المطاف هناك الجديد الذي سيكون إن شاء الله إن تأكد بعد الظهر، وبالتالي احتمال قوي أن تكتمل هذه الصيغة اللي يمكن نسميها إلى حد ما الصيغة الثانية أو الصيغة المعدلة من حكومة سي سعد الدين العثماني الأخ والصديق العزيز والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وهذه مناسبة لأجدد له التهنئة، وأتمنى له النجاح في هذه المهام كما أتمنى له النجاح في مهامه كرئيس للحكومة، كما أتمنى النجاح للفريق الذي يشتغل معه في إطار الأمانة العامة الجديدة للحزب، كما أتمنى للحزب بعد انعقاد مجلسه الوطني يوم السبت والأحد البارح والبارح، كنتمنى أنه يزيد تلاحما ووحدة وقدرة على تدبير هذه المحطة بتدبير التباينات والتلوينات، وهذه أمور طبيعية أن تكون. ولكنني يمكن لي نقول لكم بأنه بغض النظر على هذه الاعتبارات أو تلك، هنيئا لكم جميعا بالقدرة الهائلة اللي بينتوها في تدبير هذه المحطة من ناحية الداخلية ومن حيث ما جرى داخل حزب العدالة والتنمية بالنتائج التي أسفرت عنها الديمقراطية الداخلية، وفي ذلك رسالة أعتقد من أجل الحفاظ على وحدة صف هذا الحزب العتيد الذي يطلع اليوم بدور أساسي في المشهد السياسي الوطني، واللي على أي حال مطلوب منه أن يواصل هذا الدور
وأن يستمر فيه. ونحن على هذا الأساس كما قال الأخ دريس دابا نشتغل معا في تقوية كل ما يجمعنا والدفع بكل القناعات المشتركة اللي كانت قسمها وتدبير بشكل ذكي كل ما يمكن أن يشكل نقطة تباين حتى لا أقول نقطة خلاف فيما بيننا، ولكن ليس فقط فيما بيننا، حتى في ما يتعلق بالعلاقة مع باقي الأطراف السياسية سواء من داخل الأغلبية أو غير ذلك. فلما قلت عمليا يعني شنو اليوم اللي مطروح بعد ما مرينا جميع ومريتوا أنتم من مرحلة اضطرابات، نقولوا اضطرابات جوية كما يحدث في طائرة، المهم هو أن تصل هذه الطائرة إلى أقرب مطار وأن تتمكن من مواصلة المشوار، وأننا الحمد لله نوصل هذه البلاد إلى بر الأمان، وفي ذلك هو اللي كيهمنا اليوم. وهذه المهمة ماشي سهلة اليوم. وقع موقع، كانت هناك هذه الاضطرابات اللي اليوم كتجعل أنه عندما ننتمي إلى أسر فكرية وسياسية التي تعمل دائما على تغليب المصلحة العامة واللي كتعمل دائما على أنها تعطي الأولوية للوطن واللي كتعمل دائما على أنها تعطي الأولوية لمصلحة الشعب، عندما نكون في هذه الوضعية خص الواحد يكون عنده قدرة على أنه يتجاوز ويتحمل ويزيد الأمان ويحافظ على الصفوف مترصة ويحاول يقلب على محطات ومراحل اللي تكون مناسبة أكثر للتغيير وللإصلاح وللأوراش التي توجد البلاد في أمس الحاجة إليها. لكن في نفس الوقت خص الإنسان يبقى متشبت ببعض المبادئ والمقومات الأساسية اللي من دونها كما سبق لي أنني قلت والأخ عبد الإله بن كيران بالنسبة بالصيغة ديالو كل واحد بصيغته كل واحد بلونه كل واحد بهويته، والمشهد السياسي المغربي لا فائدة منه أن يكون متعددا إلا ما كانش ذلك في إطار تنوع حقيقي اللي كيجعل أن اليميني يميني واليساري يساري والوسطي وسطي والإسلامي إسلامي وغير والأقصى اليسار أقصى اليسار. والمغرب حظه خلافا لعدد من الدول الأخرى اللي متقاربة في التطور، الحظ ديال المغرب هو أنه عنده هذه التيارات الفكرية، والحمد لله كل ذلك في إطار طلبة ديال الماستر مع أكادير. كل ذلك طلبة تبارك الله السن باحثين والمؤطرين ديالهم تبارك الله باحثين تبارك الله كيجيو يزورونا بالرمضان. تيبيان كل ذلك إذن في إطار أننا نشتغل بالمؤسسات اللي فرزها التاريخ المغربي وعلى رأسها المؤسسة الملكية، وبالطبع في إطار الدستور ديال 2011. فاليوم لذلك بغيت نقول لكم كما نقول بالدارجة البكاء على الميت خسارة. من شيم المناضلين والقيم الأساسية ديالهم
أنهم دائما ينظروا للمستقبل بالأمل وبالتفاؤل، ويواجهوا ويعرفوا كيفاش يواجهوا هذه المطبات اللي كتوقع، هذه الاضطرابات اللي كتوقع، ويواجهوها لكن يواجهوها بتعقل وبتبصر. ولذلك اليوم أعتقد أنه خصنا نحاولوا ننطلقوا مما يمكن أنه يحدث باش نعطيه اليوم بالخصوص ما أتمنى يوقع هذا الترميم ديال الحكومة، وأنه نعطيه واحد النفس جديد. أنا الرسالة الأساسية اللي بغيت نوجه لكم، وربما حاولت في بعض الخرجات مؤخرا نبعث بها، هو أننا اليوم بعد ما حدث المصلحة ديال البلاد كتقتضي أننا نعطيه نفس جديد، نفس جديد للفعل السياسي، نفس جديد للفعل الحزبي، نفس جديد للفعل المؤسساتي، وبالطبع ذلك من خلال أساسا عمل حكومي ليصعد لواحد المستوى اللي يمكن أنه يعبئ المغاربة والمغربيات، واللي يجعل أنه كذلك نحسوا بأن من يتحمل المسؤولية من داخل هذه الحكومة أو من داخل البرلمان أغلبية أو معارضة، بأن عندهم مجال ديال العمل، مجال ديال القرار، مجال ديال التعبير عن الرأي، مجال ديال الاقتراح، مجال اللي يمكن فعلا أنهم نحسوا بأن هناك حياة سياسية حقيقية، حياة سياسية سوية. أكبر خطر اللي يمكن يهدد المغرب اليوم هو أننا نفقد تماما أي حياة سياسية سوية ديمقراطية متنوعة اللي كتجلى في عمل المؤسسات بمختلف يعني هيئاتها، أو هذه المؤسسات على اختلاف مواقعها، سواء كانت حكومة أو برلمان أو أحزاب أو غير ذلك، الكل يحتل الموقع اللائق به، وطبقا للدستور ديال 2011 يحتل كذلك الصلاحيات اللي هو كيطلع بها في إطار احترام لهذه الصلاحيات. نحن في أمس الحاجة اليوم إلى ذلك، وهذا هو اللي خصنا نوصله، وهذا هو اللي خصنا نحاولوا نبرزوه ونعبروا عليه بصوت معين مع ضرورة طمأنة الجميع بأن ليس هناك أي غرض آخر سوى أن نكون في موعد البناء الديمقراطي السوي، البناء الديمقراطي العادي. في واحد اللقاء، ربما من اللقاءات الأساسية اللي كان عندها دور، ولكن اللي ربما في نفس الوقت يمكن ثارت بعد ردود فعل في مستويات أخرى، عندما التقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كنت قلت واحد الكلام، ربما أنه بكل تواضع ربما البعض حتى منكم الحاضرين، وتكلم خاصة عن الملتحقين الجدد نسبيا بالعدالة والتنمية، قلت، وهذا خطاب موجه للجميع، بأنه كما حدث مثلا بالنسبة لنا عندما كنا في فترة تاريخية في المعارضة بل في السرية، وأنه كان هاجسنا أن نؤكد بأنه ماذا نريد، نريد عمليا أن نلتحق بالعمل المؤسساتي العادي الديمقراطي في إطار المؤسسات القائمة على أساس تطويرها وديمقراطتها من أجل المصلحة العامة للوطن وللشعب. وهذا الأمر خد مراحل وتطلب سنوات وتطلب محطات،
فما هو مقبول بالنسبة لنا أو بالنسبة لتيارات يسارية أخرى؟ يمكن لي نقول لكم أنه بالنسبة لتيارات يسارية أخرى يمكن أن البعض منها عادة حتى من أفكار مغامرة، حتى لا أقول شيء آخر، أي أفكار التي كانت يمكن أن تنازع حتى في المؤسسات، وهو ما لم يكن من توجهات حزب تقدم الاشتراكية بأسمائه السابقة. فلماذا لا نهضم بشكل كاف الفكرة أن كذلك هذا الحزب اللي اسمه الحزب العدالة والتنمية عرف مسارا اللي جعلوا أنه تطور كثيرا والتحق بالعمل المؤسساتي منذ سنوات، وبأنه عمليا حزب من الأحزاب المغربية اليوم في إطار المؤسسات المغربية وليس شيء آخر، وبالتالي يتعين أن يكون هناك تصرف لكي يجعل أنه فائدة مصلحة المغرب في أن يتم احتضان كل الأحزاب المغربية، وبالطبع خاصة الحزب الذي يطلع اليوم بغالبية وبأغلبية على الأقل على مستوى نسبي في المجتمع وفي مختلف المؤسسات القائمة وعلى رأسها البرلمان. فهذا المسار كيجعل أنه اليوم علينا مهام ما خصناش ننساوها، والموقع الطبيعي إلى بغينا أن هذه الأمور تطور خاصة في واقع اليوم هو أنه قدر الإمكان إذا أتيحت لنا الإمكانية قدر الإمكان أننا نبقى مساهمين في موقع القرار، ماشي طبعا انتم في وضعية ديال أغلبية بارزة متقدمة ماشي بحالنا حنا، ولكن كيمكن يكون خيار آخر، كيمكن المرء يفكر في هذا الخيار، لكن أعتقد أنه بذلك ربما أنه اللهم إذا فرض علينا عليكم وعلينا قهرا، لكن الوضعية الحالية كتقتضي منا أننا نستمر وأننا ما نتحمل حتى شي مسؤولية في كل ما يمكن أنه يمشي في اتجاه سلبي بالنسبة لوطننا. فلذلك لا تستغربوا إلى قلت لكم بأنه ما فكرت في الأمر قلت الخطاب الوحيد الممكن اليوم لا بالنسبة لكم لا بالنسبة لنا في صفوفنا ولا بالنسبة لشعبنا هو أننا نبقى في الخطاب الإيجابي، خطاب الأمل، خطاب البناء، خطاب الذي أتمنى أن يطمئن الجميع، خطاب اللي أكد بأنه ما كاينش إمكانية أخرى غير أنه قلنا هذه الفكرة في الذكرى ديال 20 غشت الأخيرة في بلاغ ديال القيادة ديال الحزب، قلنا بأنه هذاك الروح اللي عرفناها في ثورة الملكي والشعب ديال 20 غشت ربما من بعد ما حصل احنا في أمس الحاجة اليوم إلى نفس هذا التلاحم وإلى أنه توقع واحد العملية ديال إعطاء معنى جديد للعمل السياسي وللعمل المؤسساتي من بعد كل ما عرفناه ونعطيه واحد انطلاقة جديدة. المغرب مازال في حاجة إلى أنه يقوي البناء الديمقراطي دياله، مازال دستور 2011 في حاجة إلى أننا نبلوروه على مستويات عديدة متعددة، الروح ديال الدستور ديال 2011 ما خصناش نفقدوها، خصها تبقى قائمة، ما كاينش خيار آخر غير أننا نمشيو في هذا الاتجاه، لكن في إطار من الإطمئنان، في إطار اللي كيجعل أن الصلاحيات اللي كيأكد عليها هذا الدستور بالنسبة لجميع المؤسسات أن تمارس، وأننا نأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي كما هو، لكنه واقع ليس جامد، لكنه واقع لا يمكن أن يعود إلى الوراء،
لكنه واقع يتعين أن يتطور بتدرج، لكن يتطور دون أحكام مسبقة على هذا التيار أو ذاك، دون تخوف. ولذلك تكلمت على المسار اللي عرفته الأحزاب ديالنا، واللي كيجعل بأنه اليوم الجميع على الأقل من يشتغل من داخل المؤسسات، ما يمكنش شي واحد اليوم نشكو فيه أو نعتبره بأنه راه ما كيقوم بهذا الشيء إلا لأغراض أخرى. الجميع منخرط في ذلك ويتعين أن نسير في هذا الاتجاه. هذا هو الخلاص، هذا هو التوجه اللي كيمكن يحفظنا، واللي كيمكن يقوينا، واللي كيمكن يؤدي إلى أنه نعطيه واحد المصداقية جديدة للعمل السياسي. حذاري من أنه هادشي راه بدأ وبدأ بشكل كبير، حذاري من أنه نستمر في تبخيص كل هذه الخطوات المؤسساتية الحزبية السياسية المرتبطة بصلاحيات بعض الأجهزة بما فيها الحكومة وربما بما فيها البرلمان. حذاري، لأنه بذلك عمليا جميع القنوات، جميع الهيئات التي وضعت من أجل تدبير الشأن الديمقراطي، من أجل تدبير مختلف التعابير الشعبية كيفما كانت، سلمية، احتجاجية، متجاوزة لبعض الحدود في بعض الأحيان، كل ذلك يمكن أن يذهب مذهبه بالريح، وبالتالي ما يبقاش أي إمكانية للوقوف أمام ذلك. ما عرفناه في المرحلة الأخيرة من اضطرابات واحتجاجات في بعض الأقاليم دليل على ذلك، ما نعرفه اليوم بجرادة ويمكن نعرفه بقنت أخر دليل على ذلك. أما كاينش خيار آخر غير أن الأدوات ديال الوساطة الديمقراطية اللي موجودة ولرأس الأحزاب أنها تحتل المكان ديالها، وأن يحترم ذلك، وأن المؤسسات الأخرى تحظى بمصداقية عند الشعب. هذا الشيء ما يمكنش يكون إلى ما بانش بأنها لها صلاحيات تمارسها، تقرر، تقوم بما تشاء، تتحالف مع من تشاء في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور ديال 2011. بالإضافة إلى ذلك بان، وهناك عدد من الخبراء في هذا الشأن، منهم السيدريس رئيسكم، بان بأنه تبدلت مجهود في المغرب، تبدلت مجهودات كبيرة وكبيرة جدا، من غير في الفضاء الديمقراطي اللي تكلمت عليه واللي قلت بوضوح بأنه علينا أننا نغنيوه اليوم ونطعموه ونزيد ونقويوه. وفي الأفق ديال الدستور ديال 2011، وحذاري من التراجع على كل ذلك لأنه فيه مخاطر حقيقية بالنسبة للبلاد. الآن على مستوى ما يسمى بالنموذج الاقتصادي في المغرب، دارت أمور اللي يتعين أن نعتز بها جميعا، نفتخر بها، خاصة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، خاصة، ولكن كذلك من قبل، كذلك من قبل بعض الإصلاحات الاقتصادية الأساسية بدأت في نهاية عهد المغفور المرحوم الحسن الثاني في عدد من الجوانب. لكن الطفرة ديال البناء وديال التشييد في البنية التحتية، في أوراش ديال كبيرة على مستويات مختلفة، من حقوق الإنسان إلى الإصلاحات السياسية إلى بعض الإصلاحات الاقتصادية إلى غير ذلك، درنا كثير، تغير الوجه ديال المغرب في 18 سنة أو 20 سنة الأخيرة، تغير. لكن طبيعي أن واحد الوقت كتوصل بحال أي كائن حي، يعني خاصك السفل الجديد، خاصك تعاود تحيي. وبدأت تظهر
منذ مدة المحدودية في مجالات بعينها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية على وجه الخصوص أو مجالية، فوارق أساسية اللي ما عالجناهاش. واليوم مع التعبير، اليوم مع وسائل التواصل، اليوم مع الحرية المكتسبة، يتعين أن ندبر هذا الأمر وأن نجد له أجوبة إذا بغينا نحافظوا على استقرار بلادنا. بالتالي نحن في أمس الحاجة يكون عندنا شرف أننا نحتضنوا السي إدريس معنا مثلا في إطار هذا النقاش، وأعتقد أنكم غديروا أنتما وغديروا أوساط أخرى. كنا اليوم مطالبين بأننا نفكروا بجدية في شنو هي السبل اللي تجعل بأنه نعطيه هذا النفس الجديد كذلك في المجال الاقتصادي. شنو هي الإصلاحات اللي يمكن نديرو باش نرفعوا من الشأن ديال اقتصادنا الوطني ونردوه قادر أكثر على أنه يضغط إيجابا على نسبة النمو، أنه يؤدي إيجابا إلى خلق فرص الشغل. من الأمور الأساسية المفارقات الكبيرة اللي عندنا هو أنه خدمنا، درنا استراتيجيات قطاعية، درنا واحد العدد ديال التوجهات، درنا إصلاحات، درنا بنية تحتية، درنا موانئ، درنا مطارات، درنا طرق سيارة، درنا كذا، خلقنا قطاعات اقتصادية جديدة، لكن الوقع الشغل ظل محدودا. وهذا ناهيك على أنه هناك استمرار أو استمرار ديال عدد من المشاكل على المستوى الاجتماعي اللي تشكل خطرا على بلادنا. فلذلك أعتقد أنه اليوم خصنا نتمكنوا، وهذا هو النفس الديمقراطي الجديد، هذا الشيء الا بغينا نديروه ما خصناش نكونوا يعني مصابين بانفصام شخصيه بس كيزوفرين. نطلبوا ان الامه، ان المجتمع ينتج واحد النموذج جديد. الا ما حررناش الطاقات خاصه ديال الفعل السياسي وديال الفعل الديمقراطي من اجل ان الناس تعبر وتقول بكل حريه شنو هي هذه الحاجيات، كيف يمكن اننا نحركوا. اللقاء اللي عندنا مثلا احنا نهار الخميس مناسبه غيحضروا فيها واحد 6-7 الخبراء وغيتناقشوا بيناتهم، منهم السي إدريس من مشارب مختلفه، ولكن خصنا العشرات من هذه اللقاءات، ويتعين ان هذا الشيء ينعكس في اقرب وقت ممكن على مستوى حكومي. شكون اللي يمكن يحمل هذا النموذج؟ بالطبع صاحب الجلاله هو المشرف على التوجهات العامه الاساسيه ديال البلاد، لكن احنا في حاجه الى حكومه قويه اللي يمكن تقود هذه التوجهات، واللي تحمل العبء ديالها، واللي تعطي هذا النفس الجديد للاقتصاد. ما يمكنش نساينو، هذه جمله ماشي اعتباطيه، ما يمكنش نساينو 3 سنين ولا 4، ما يمكنش نقولوا تنسدوا واحد القوس، ما يمكنش 3 سنين 4 سنين في حياة أمة، في حياة وطن اليوم مسألة أساسية، ما يمكنش. إلا بغينا بالطبع نبقاو في تجربات احترموا نتائج ديال اقتراع ديال 2016 ونواصلوه إلى نهايته ونبقاو غاديين في هذا الاتجاه. فبالتالي يتعين أن نجد معا شنو هي السبل اللي غتؤدي إلى أننا نعطيه هذا النفس الجديد للاقتصاد الوطني. كيف يمكن أننا نقوم بذلك؟ وربما اسمحوا لي نقول لكم بأنه أنتم بحكم الموقع اللي كتحتلوه، بحكم الأغلبية السياسية والعددية اللي هي أغلبيتكم في هذا البرلمان، بحكم أنكم تقودون التجربة الحكومية، أنتم إذا كانت لي نصيحة متواضعة بادروا واقترحوا، إن دوركم هذا خصكم تقوموا به، خرجوا أفكار، لوحوا مجموعة المقترحات للساحة، ويتعين أننا نبينوا للجميع
لذلك سولتك واحد الوقت قلت لك واش كاين بعض وسائل الاعلام، لانه كنخاف دائما من تاويلات ديال الكلام، ولكن كنخاف كذلك من انهم ياولوا سلبا هادشي اللي غنقول. ما راكها من هذا الخطاب القائل بانه داخل الاحزاب ما كاينش الكفاءات، بركة من هذا الخطاب الذي يسعى إلى أنه عمليا كل هذه الطبقة السياسية تشي واحد ما في الدو. شكون اللي في الدو بالسلامة؟ فين كنشوفوا شي حاجة أخرى سبحان الله العظيم اللي شي حد كيعرضها في شي مجال آخر؟ فين؟ في الصحف. الصحف كنشوفوا فقط فلان دبز مع فلان، هذا غيطير، هذا غيهبط، هذا غيمشي، هذا سدو، هذا طيروا، هذا حيدوا، هذا ما عندهمش الكفاءات، هذا ما عندهم وزارة ما يقدموا، هذا ما عرفتش داك الشيء لا غير ذلك. فليطمئن الجميع، هاي انتهت هذه العملية والوزارة هما تعينوا ومن داخل صفوف الكفاءات الموجودة الحزبية والحمد لله. سلام، نهينا هذه الأسطوانة، ولكن غتستمر واحد العدد ديال الأصوات في الضرب في هذه المؤسسات وفي الضرب في هذه الأحزاب، غتستمر بنفس الطريقة. فلذلك شنو الدور ديالنا اليوم؟ الدور ديالنا جميع هو أننا نبينوا بأنه عندنا أفكار، عندنا ناس كتفكر، عندنا كفاءات، وقادرين كذلك أننا نفتحوا أنتم إحنا غيرنا على خبراء على طاقات أخرى قرب منا متعاملين معنا متعاونين معنا اللي يمكن لهم ينتجوا ويعبروا على شنو هي المقومات الاساسيه ديال هذا النموذج الاقتصادي او التنموي الجديد او غير ذلك. حنا في امس الحاجه اليوم الى اننا نحتلوا هذه الساحه، خصنا نحتلوها. هذا هو الجواب اليوم على ما يحدث، هو المواصله، هو البناء الديمقراطي، هو ان ننخرط بقوه في اشنا هو هذا النموذج. عندنا ما نقولوا في هذا النموذج، حنا ماشي غير احزاب ديال اننا نديروا صداع ونتقدموا انتخابات ونجيبوا هنا وندوزوا لا وندوزوا مع ناس منين جايبينهم ناس، هذو مغرب، هذا شعب وكل واحد بكفاءته. وحده كتبان اليوم ما عرفتش قريتيها ولا لا، لان عيتني شويه طلعت لي شويه في الراس انا شخصيا، كتبان اليوم بانه كاتاستروف دو كاتاستروف، بركه علينا من هذا الشيء ديال لي زيلو، هاد لي زيلو هادو هاد الكفاءات ديالهم اللي منعدمه، هنا خصنا نحلوا هاد المشكل. واحد الصيغه ديال التعميم. كثيرا ما اقول لوسائل الاعلام، تصوروا انه يجي عندكم شي حد نتوما ويقول لكم السلام عليكم، نتوما في وسائل الاعلام، نتوما في وسائل الاعلام كلكم ما تصلحوش، انتم كيفاش غتقبلوا هاد الامر؟ كيفاش؟ كيفاش بغيتوا السياسيين يتقبلوا بانك انتم تجيو عندهم في الصحافه تقيلوا الليل ونهار وانتم كتقولوا ما كاينينش ما فيدهمش ما عندهمش ما كاين كفاءات، كلهم سواسيه، كلهم احزاب بحال بحال، كلهم هذا كلهم هذا؟ على انتم في الحق الاعلامي ما فيكمش الصالح والطالح، لا في الحق الاعلامي ما فيكمش الناس اللي كيحاولوا يجتهدوا وكذا، وكاين ناس اخرين اللي غير كور وعطي العور باش ما نقولش حاجه اخرى، كما هو الشان بالنسبه لعدد من المهن الاخرى وعدد من الفضاءات الاخرى التي تشتغل. فلذلك خصنا نحتلوا هذه الساحه، وحذاري من ان نحتاج وسائل الاعلام تبقى تساهم وتغدي واحد الراي عام او لا جزء من راي عام حاقد، ما يبقى يثق في حتى شي حد في هذا العمل السياسي. اي منتخب يبان له لا شيء، اي مسؤول حزبي يبان له بصوره سلبيه، اي مسؤول حكومي، اي نائب يمالوا بانه بصوره سلبيه، وفين غنمشيو بذلك؟ فين؟ كيف يمكن انه هذوك سبحان الله العظيم هذوك اللي غيجيو من بعد وما يكونوش من تيارات بعينها، كيفاش غيتصرفوا معاهم؟ غتكون عندهم نفس الفكره عليهم، وغتكون ترسخات وتجدرات. فلذلك اعتقد انه عندنا هذا الدور خصنا نلعبوه، وخصنا نلعبوه بشكل ايجابي، وخصنا نحوروا النقاشات اللي جاريه اليوم، خصنا نجلبوها الى هذا الفضاء ديال الاقتراح. ديال اجيو ناقشوا معنا البدائل، اجيو ناقشوا معنا الافكار اللي يمكن تعطي هذا النفس الجديد لا للديمقراطيه ولا للبناء الاقتصادي.
ثم ربما باش ما نطولش أكثر، هناك شيء وقلتها مؤخرا لصديقي سعد الدين بحكم المسؤولية اللي كيطلع بها، قلت له هناك خطوات نعلم بأن الوضع الاقتصادي والوضع المالي ما فيش يعني إمكانيات اللي تمكن من أننا نقوم بالكثير، لكن الوضع الاجتماعي وأوضاع بعض الأقاليم على وجه الخصوص، بعض الأقاليم، ويمكن لي نتكلم ألو لما غنقول هذا الشيء هذا، واحد بما أنكم كتمثلوا المغرب كامل كل شيء غيقول لا 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 سيدي راه حنا فعلا، ولكن كاين أولويات. الأوضاع ديال المناطق الحدودية ماشي هي الأوضاع ديال بعض الأقاليم رمزيا ولكن وضعا اقتصاديا واجتماعيا كذلك. أوضاع ديال بعض الأقاليم الجبلية بالنسبة للعزلة والإقصاء اللي كتعيشوا ماشي هي الوضعية ديال باقي الأقاليم. معايا الصديق سي عبد العزيز العماري إلا بدا يتكلم لي على الدار البيضاء يقول لي ما بالك، شنو فعلا ما بالك، ولكن راه على أي حال الدار البيضاء مع ذلك يعني ستغن أوضاع اقتصادية وأوضاع اجتماعية وبؤس في قلب الدار البيضاء وفي ضواحيها أونسي مي ستغن على أي حال محل ستغن. كاين أقاليم اللي جافة تماما، جافة والو يعني ما كاين لا نشاط اقتصادي ولا افاق ولا الناس فين غيمشيو ولا اش غيديروا ولا بعد اللي، فبالتالي هذه خصها بعض الاجراءات اللي تجعل اننا نفكروا بجديه في اننا نعالجوا شويه الاختلالات الاجتماعيه والاختلالات المجاليه. الاختلالات المجاليه لان هذا الامر بدا كيتاخذ ابعاد والبعض يمكن له يستغله، ويمكن أن يستغل في أي اتجاه كان. تم ذلك بالنسبة للحسيمة، ما تنساوش تم ذلك بالنسبة للحسيمة، وقد تستغل أوضاع أخرى في أي اتجاه كان، وربما في اتجاه اللي في مصلحة حتى شي حد. فبالتالي يتعين أننا نهتم كثير بهذه الأوضاع ونهتم كثير بما يمكن أن نقوم به على هذا المستوى. في الخلاصة بغيت نقول لكم بأنه في هذا الاتجاه وهذا يجمعنا. أنا هذا الشيء كله اللي قلته ما نحتاجش نسول الإخوة في العدالة والتنمية وفي القيادة ديالهم، هذا الشيء ما فيه حتى شي نقطة اختلاف فيما بيننا، لكنه مقاربة، هذا اللي مهم. هذه مقاربة، هي إيجابية، هي بناءة، لكنها مقاربة أخذناها من هذه الزاوية وأردنا أن نستمر في أخذها من هذه الزاوية، قد تكون مقاربات أخرى. احنا كنعملوا في داخل هذه الأغلبية على هذا الأساس، ونحن في حزب التقدم الاشتراكية بما أنني كنتكلم بهذه الصفة سنستمر، نائبتنا نوابنا قيادتنا الحزبية سيعملون في هذا الاتجاه، في الاتجاه ديال هذا البناء، وسنعمل بالدرجة الأولى بالطبع بشكل طبيعي، لأن ما هو معلن عنه اليوم ما هو موجود اليوم هو هذا، سنعمل بالضرورة وبشكل طبيعي في إطار تنسيق مكتف مع الأخوات والإخوة في العدالة والتنمية. إذا وجدنا نفس الشيء مع باقي فصائل الأغلبية وهذا ما نتمناه فسنعمل مع باقي فصائل الأغلبية في هذا الاتجاه بالطبع، ما يمكننا إلا نعمله في هذا الاتجاه. ولا أعتقد أنه بإمكان أي أحد أنه يقنعنا بأن كاين شي خطاب آخر مناسب للبلاد اليوم غير هذا،
غير هذا، بتلوينات، بتدقيقات، باختلافات. هنا يقول لك لا، هنا الصناعة فن بادر، دير السياحة، الصناعة، القطاع الفلاني، هذا نعطيه الأولوية، هذا ما هادشي يناقش، هادشي يناقش. لكن لا أعتقد أنه بالإمكان إذا كنا نفكر في المصلحة ديال البلاد أننا نخرجوا على هذا القلب اللي يمكن نشتغلوا فيه. وأعتقد بأنه عندما يكون هناك طرف سياسي تعرض لما تعرض إليه ويقارب الأمور بهذه المقاربة، وأكثر من هذا الشيء صعب.